المتابعه، علاج الاكزيما للضروره اليوم ايضا هنقوله النهارده ان شاء الله، برضو ارجو المتابعه اليوم، ارجو معرفه طريقه زيت الحلبه لتكبير الثدي، ذكرناها من قبل، زيت الثدي بيستخدم دهان في شكل دائري من اسفل الى اعلى على الثدي بعد حمام ساخن، وحمام ساخن يكون على قدر المستطاع، يعني على قد ما نستحمله. دي بنعملها مره يوميا مع المداومه على الاقل 3 اشهر، مش اقل من كده، عشان ما تستخدمهاش اسبوع او 2 او شهر واقول ما جابتش نتيجه. مش اقل من 3 اشهر. اريد وصفه للاكزيما في الاصابع.